دعا رئيس الوزراء الأسترالي كيفن رود السلطات الإيرانية إلى وقف استخدام العنف ضد المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية. وأوضح رود في كلمة له أمام البرلمان الأسترالي أن التعبير عن القلق والغضب من سحق الاحتجاجات السلمية لا يعد تدخلا في الشؤون الداخلية كما تدعي القيادة الإيرانية، ولكنه التزم على حد قوله. وشدد رود على ضرورة السماح للمتظاهرين بالتعبير عن رأيهم بحرية، كما طلب بالإفراج عن المعتقلين خلال الاحتجاجات والسماح لوسائل الإعلام بأن تمارس عملها بدون قيود، وأن تعيد السلطات النظر في العملية الانتخابية برمتها على أساس من النزاهة والعدالة.